السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نقدموا شوربة العدس الأحمر. كنحتاجوا لهاد الشوربة كاس ديال العدس أحمر، كنغسلوه بطبيعة الحال. عندنا بصلة مقطعة، معلقة ديال الطحين، معلقة ديال الزبدة، 3 معالق ديال زيت الزيتون، ملح، ومعلقة ديال الطماطم مصبرة. في طنجرة كنوضعوا زيت الزيتون، وكنضيفوا ليها الزبدة، كنخليو ديك الزبده كتذوب، ومن بعد كنضيفو البصل، وكنحركو. كنخليوها تشحر شي شويه، ثم كنضيفو لهاد العناصر معلقه ديال الطحين، طحين الفورص، كنحركو مزيان، كنخلطو كلشي. ثم كنضيف ليها صلصة الطماطم، نحركو جيدا، نخلط العناصر كلها. هذه الشوربة كتجي رائعة ولذيذة، لذيذة جدا. ثم كنضيفو ليها العدس ديالنا من بعد ما كنغسلوه بطبيعة الحال. ونحركو. ثم نضيفو مقدار الماء الكافي، يعني تقريبا لتر من الماء. ثم غادي نضيفو فص ديال الثوم، يعني راس واحد من الثوم، والملح. الملح انا كندير نص معلقه صغيره، هو كيبقى مساله اختياريه، اما تزيدو او لا تنقصو. نخلطو ثم نسدو عليها. اذا الشوربة ديالنا او العدس ديالنا هو طاب، 15 دقيقة ديال الوقت اللي كياخد. وكنطحنوه بالخلاط الكهربائي، كنطحنو الشوربة ديالنا حتى كنحصلو على قوام شوربة يعني متماسك. بهذا الشكل هذا. وغادي نضيفو عليها النعناع يابس، يعني كيضفي عليها واحد البنة وواحد النسمة، ما شاء الله. يعني انا شخصيا كيعجبني داك المذاق ديال النعناع في الشوربة هذه. نتمنى يا ربي تنال اعجابكم وبصحتكم وراحتكم. هذا هو الطبق أو هذه الشوربة ديالنا كي كتجي. بالصحة والراحة، إلى الملتقى.